السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير. أنا الدكتور سعد رشيد، استشاري مسالك وأمراضك ورعوقك. هل يوجد هناك علاقة بين آلام البروستاتا أو التهابات البروستاتا المزمنة وصحة الرجل من حيث تأثيرها على الانتصاب وأيضا سرعة القذف؟ الإجابة نعم، يوجد هناك علاقة مباشرة وغير مباشرة. العلاقة الغير مباشرة هي الأكثر ثباتا علميا، وهي عن طريق أنه الشخص اللي لديه التهابات البروستاتا أو آلام البروستاتا، معظم هؤلاء الأشخاص يشعرون بألم بعد القذف، وبالتالي يتجنبون موضوع العلاقة، وبالتالي يكون هناك ضعف بالانتصاب. حلها يكمن دائما وابدا بالذهاب الى الطبيب، باخذ التاريخ المرضي والفحص السريري والبدء على ادويه لتعالج التهاب البروستاتا، وبالتالي يتحسن ضعف الانتصاب وسرعه القذف تدريجيا. ودمتم بصحه وعافيه وسلامه.